ودعا يسوع الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وعلى شفاء الأمراض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى وقال لهم لا تحملوا للطريق شيئا لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة ولا يكن لأحد منكم قميصان وأي بيت دخلتموه فامكثوا هناك ومن هناك اخرجوا ومن لا يقبلكم فحين تخرجون من تلك المدينة أفضوا الغبار أيضا عن أرجلكم شهادة عليهم فخرج الرسول وكانوا يطوفون في كل القرى والمدن يبشرون ويشفون في كل مكان ولم نوسلا